لان معانا بس سياده السفير محمد فاروق الحمزاوي سفير مصر في ساحل العاج ووصول بعثه النادي الاهلي لكره اليد المشاركه في البطوله الافريقيه ان شاء الله لكره اليد هناك في ساحل العاج من الفتره من 19 ل 31. سياده السفير مساء الخير. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. عارفين ان النهارده ان شاء الله بعثه النادي الاهلي هتوصل باذن الله لساحل العاج، عايزين نعرف اخر الاستعدادات لاستقبال بعثه النادي الاهلي ان شاء الله هتوصل الساعه 1 بتوقيت ساحل العاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طبعا بقناه الاهلي وبالساده المستمعين. واحنا طبعا ساره يعني منذ اختارها بالمشاركة المصرية طبعا البطولة الافريقية البطولة الـ40، واحنا بالفعل على تواصل مع الجانب الاجباري، واجتمعت شخصيا حوالي 3 ايام بالرئيس الاتحاد الاجباري للهاندبول واطمئنيت بنفسي على الاجراءات. فهو هنا تعرف حضرتك كان أنا اللي قبل فاجر كان في هنا دورة الألعاب الفرنسية، كانوا دولة كوت ديفوار بنت يعني قرية مخصوصة زي كده قرية أوروبية للألعاب الفرنسية، فدي اللي إن شاء الله هيتم استضافة الفرق المشاركة إن شاء الله في البطولة. وطبعا زي ما حضرتك عارف في مجموعتين رجال، المجموعة الأولى فيها النادي الأهلي كرة اليد، والمجموعة الثانية فيها إن شاء الله نادي الزمالك برضه اللي إن شاء الله هيوصل النهارده. فإحنا طبعا بنستعد من فترة، وإن شاء الله أنا هكون شخصيا في استقبال بعثة النادي الأهلي اللي هتوصل إن شاء الله يعني تقريبا بتوقيت القاهرة، هيبقى تقريبا الساعة 3 الفجر بتوقيت القاهرة بإذن الله إن شاء الله من دار البيضاء من كازابلانكا من المغرب. فهنكون ان شاء الله في الاستقبال، ويعني نعمل طبعا على راحتهم وعلى يعني استعدادهم التام ان شاء الله للمباراه الاولى اللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله الجاي. سياده السفير عايزين نطمن حضرتك على مكان الاقامه، انا عارف ان هي كانت قريه اولمبيه بس مكان الاقامه يعني مكان الاقامه انت عارف دايما الدول الافريقيه في البطولات الاخرى بره كره القدم بيكون اماكن الاقامه فيها شويه مشاكل، هل اماكن الاقامه حضرتك بتطمنا عليها ان البعث الاهلي هتنزل في مكان؟ لا هو ان شاء الله هو بالفعل وصل من يومين يعني احد يعني نقدر نقول واخد مقدمه من النادي كابتن هاني النجدي وصل فعلا من يومين، وكنا برضه السفاره كانت استقباله، وفي مندوب من السفاره راح مع القريه امبارح. انما يعني انت عارف طبعا بطبيعه الحال يعني هنا يعني الاستعدادات بتبقى دايما يعني اخر لحظه. هم من امبارح والنهارده لان هم اساسا الاستقبال الرسمي او الاقامه الرسميه في القريه المفروض من بكره. انما ان شاء الله الفرق بتاعتنا هتوصل النهارده، ويعني بقول لحضرتك كابتن هاني موجود هنا من اول امبارح ومع مندوب السفاره، وقدروا ان هم طبعا يزوروا القريه ويجتمعوا بمسؤولي الاتحاد الافريقي والاتحاد الاجباري بحيث ان شاء الله يبقى مع وصول الفرق ان شاء الله يبقى كل حاجه جاهزه وعلى اقل الاستعداد. وطبعا احنا كسفاره احنا طبعا يعني احنا بقول لحضرتك موجودين من ساعه وصولهم في المطار، وطبعا يعني هنوفر لهم كل سبل للراحه عشان ان شاء الله يبقوا يعني الاداء متميز كالعاده، وان شاء الله يكونوا يعني مبسوطين وسعداء في البطوله ان شاء الله ويحققوا احسن نتائج باذن الله. سياده السفير بنشكرك شكرا جزيلا على اطمئنان على استعداد النادي الاهلي او استعداد وصول بعثه النادي الاهلي، وان شاء الله هنكون مع حضرتك كل يوم بنتابع مع حضرتك اخبار بعثه النادي الاهلي. سياده السفير شكرا جزيلا. معلش كان لازم نعمل تليفون مهم مع سياده السفير، ده النادي الاهلي وهاندبول عشان انت عارفه انا بتاع هاندبول برضه مش